حياكم الله أصدقائي. مثل ما تعرفون شركة الانستغرام أو شركة ميتا أطلقت تطبيق ثريدز، هذا التطبيق المشارك مع الانستغرام المشابه لتطبيق التويتر. شلون ممكن نسوي حساب على هذا التطبيق الجديد وشلون نربط الحساب مالتنا الانستغرام بهذا التطبيق الجديد ونحول كل معلوماتنا وبياناتنا نربطها بهذا التطبيق الجديد اللي هو ثريدز؟ طبعا كل اللي عليك انت راح تجي تضغط على ثلاث شخطات ومن ثم راح تضغط راح تظهر لك هذه الخاصية اللي هي ثريدز مكتوب بصفحة جديد، راح تفتح لك هذه الواجهة. طبعا راح تحمل التطبيق انت قبل ما تدخل هذه الواجهة، راح تضغط على هذا الخيار ومن ثم راح يحول بياناتك على تطبيق الثريدز. كل اللي عليك انت راح تضغط على هذا الخيار اللي بالانستغرام حتى يحول البيانات اللي موجودة عندك بالحساب الانستغرام على تطبيق الثريدز. راح تنتظر هنا وبعدها راح تفتح لك هذه الواجهة، راح يقول لك هذه هي المعلومات اللي راح انقلها على تطبيق الثريدز، راح تضغط على استرداد ومن ثم هنا مثل ما تشوفون ضاف لك البايو والاسم واليوزر. طبعا اليوزر مالتك اللي موجود على الانستغرام محجوز بالتطبيق مالت الثريدز ايضا. اضغط على متابعة وبعدها راح تختار الحساب مالتك يكون خاص او عام، هذا الخيار الاول مالت العام. راح تضغط عليه وبعدها راح يطلع لك الحسابات اللي انت متابعها على الانستغرام، راح يطلع لك اياهم هنا يقول لك راح تتابعهم او لا. اذا ما تريد تتابعهم اضغط على السهم، واذا كنت تريد تتابعهم اضغط على هذا الخيار. راح تظهر لك هذه الواجهة، اضغط على التالي وخلاص، ها هي انت سويت حساب على تطبيق الثريدز. نفس الحساب مالتك اللي موجود على انستغرام راح ينربط بتطبيق الثريدز. مثل ما تشوفون اصدقائي طبعا بي ميزه كلش حلوه اللي هي القصص، انت تقدر تحول هذه الصوره على الستوري مالتك او هذا النص على الستوري مالتك، راح يكون بهذا الشكل الجميل هنا مثل ما تشوفون، راح يضيف لك خلفيه مباشره اول ما تضيف هذا الستوري على الحساب مالتك. طبعا هذه هي شانت الخطوات مالت هذا التطبيق المنافس لتطبيق التويتر اللي انا اشوفه هذا التطبيق جدا ممتع واسهل واحلى من تطبيق التويتر واستخدامه جدا سهل، اسهل من التويتر. طبعا هذا هو كان شرح، اتمنى يكون عجبكم الفيديو، لا تنسى تدعمنا بلايك واشتراك بالقناة.